شوف لنا داك المصطفى عطانا شي بالون الحق ديالهم الشهداء اليوم حسين الاسم مقدي نادية لقب تيغانا لاعبة دولية سابقة في صفوف المنتخب الوطني. بالنسبة للمسار الكروي ديالي يعني مسار طويل، لعبت لعدة فرق وطنية وتم التتويج بتكوين المنتخب الوطني اللي كنت كان لي الشرف كنت أول عميدة، ومسار كبير مع المنتخب، إنجازات البطولة العربية داخل القاعة، مشاركات جوج المشاركات ديال كأس إفريقيا الأمم، مرتين تتويج في البطولة الرمضانية في دولة الإمارات العربية. هذا مساري كلاعبة. أما كمدربة فدربت عدة فرق وطنية، رشاد البرنوسي، الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي، فتية برشيد، والمنتخب الجهوي لأقل من 19 سنة. بعد ذلك كانت عندي واحد تجربة في دولة الإمارات العربية كمدربة مع في أكاديمية كيفن كيغان، كذلك دربت فريق الشباب العربي النسوي وفريق النصر العربي، وحاليا أنا في البلد ديالي، وكنت درت دورة تكوينية الرخصة سي والحمد لله حصلت عليها، وحاليا كنطمح باش ندير رخصة بي. ومن هذا المنبر كنوجه واحد الجامعة الملكية بأنه إن شاء الله راني في بلادي ومستعدة باش نشتغل، وبأن هذه التجربة ديالي الكروية كاملة باش نعطيها للبنات اللي هما حاليا داخل الفرق الوطنية أو المنتخب الوطني. اولا انا بنت منطقه الحي الحسني، والبدايه ديالي يعني كاي يعني لاعب كره القدم منذ الصغر كنت كنلعب في المنزل ديالي مع الاخوان ديالي وفي الشارع مع ابناء الحي في سن 6 سنين. ومن بعد في سن ديال 11 عام اتصلت بي واحد الاخت عائشه بوبكدي اللي هي بالمناسبه الاخت ديال فاطمه بوبكدي المخرجه، وقالت لي باش نتوجهوا لدار الشباب راه كاين فريق نسوي. وانا استغربت يعني قلت كيفاش كاين فريق نسوي، كنت كنظن انني الفتاه الوحيده اللي كتمارس كره القدم. من بعد التحقت بهم في تدريبين وجرينا واحد المقابله، اول مقابله غنلعبها كانت في الملعب اللي هو في سنديباد انذاك، وفازوا علينا بواحد الحصه كبيره، ولكن انا كنت متميزه في هذيك المقابله، فطلب مني المدرب ديالهم باش انني التحق بالفريق ديال عين شوق، نجم عين شوق، الاخ الواتي عبد العزيز. بهذه المناسبه كنشكرو لان بفضله هو باش بديت المسار ديالي في كره القدم، والحمد لله يعني توج هذا المسار يعني بالانجازات اللي حققت مع الفرق الوطنيه. وفي الاخير دائما تنقول المنتخب الوطني هو اللي به تعرفت يعني كاسم، لانه ما شاء الله المنتخب يعني باش تلعب فيه راه خصك تكون يعني لياقه وهذه. والحمد لله اللي فادني في هذا الشيء هو التدريبات اللي كنت كنقوم بها خارج الفريق، يعني في سواء في البحر او في الملاعب مع فرق ديال الذكور. والحمد لله هذا المسار كامل توج بانه كنت كأول عميدة، وكما تيقولوا ما تنبغيش نهضر على راسي، كأحسن لاعبة بشهادة الجميع هي اللي كانت في ملعب اللي في سندباد، كنت فريق الوردة انذاك، وردة ديال الحي الحسني ضد فريق نجم عين شوق، هذيك هي أول مقابلة. بالنسبة للمنتخب أول مقابلة رسمية كانت ضد فريق انسكايد السويدي، وبهذه المناسبة كنشكر السيدة نوال المتوكل لأن هي كانت سبب في تكوين هذا المنتخب الوطني، ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية ديالي في مع المنتخب الوطني.
بالنسبه للطموح ديالي راه الجميع تيعرف التجربه ديالي الكرويه الكبيره يعني سواء في المغرب او في الخليج. كنتمنى ان شاء الله تكون واحد الالتفاته من الجامعه الملكيه المغربيه باش نشرف على احدى المنتخبات الوطنيه، وان شاء الله كنت عندي اليقين انني غندير واحد الاضافه نعطيها لهاد البنات باش انهم على الاقل ياخذوا ديك التجربه اللي راكمتها مع المنتخب، بحكم انني لعبت قاريا يعني على بطوله افريقيه مرتين وكتعرف المستوى ديال المنتخبات الافريقيه. فكنتمنى ان شاء الله ماشي انا ما تنهدرش على راسي، يعني انا بحكم انني اول عميده المنتخب ويعني عندي واحد المسار يعني من 82 تقريبا توقفت 2007، يعني عندي واحد المسار كبير يعني خديت واحد التجربه، ولكن هذا ما كيمنعش بانه كاين بنات اخرين حتى هما اللي عندهم تجربه وكيستحقوا انهم على الاقل دار لهم واحد الدورات تكوينيه باش ياخذوا رخص وباش يكونوا هما المشرفات على الفرق او المنتخب. لان انا ما عنديش مانع يكون مدرب ذكر، ولكن دائما تكون مع بنت مساعده لان البنت كتكون قريبه للبنات، تقدر تدخل معاهم مستودع الملابس بدل ما يبقى المدرب كيتسناهم برا وهما يبقاو معطلين، كتكون معاهم بنت داخل هي كتحمسهم. وهذا هو بالنسبه لي الجانب الايجابي في هذا. كنستغل هذه الفرصه باش نشكر جميع المسؤولين اللي لعبت عندهم في الفرق ديالهم، يعني ما غنذكرش اسماء ولكن هما عارفين رؤوسهم يعني من البدايه ديالي لهذا الوقت. يعني كنشكر جميع الاخوان مدرب مسؤولين جهاز فني طبي اي الناس اللي كيعرفوني واللي تعاملت معاهم، كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم، وكنبغي نشكر جميع اللاعبات اللي لعبوا معايا سواء في الفرق الوطنيه او المنتخب الوطني، وكنتمنى للجميع الصحه والعافيه. وما ننساش بهذه المناسبه باش نشكر جمعيه الارشيف الكروي المغربي اللي عطوني واحد وجهوا لي واحد الدعوه باش شاركت في المقابله التكريميه للاخ الحارس كبير العملاق عبد اللطيف العراقي، وكانت مناسبه تلاقيت مجموعه من اللاعبين القدامى اللي كان يعني كان هما كما تنقولوا هما المثل ديالنا، والحمد لله يعني هذه كانت بادره طيبه وكنتمنى ان شاء الله تكرر سواء مع الحراس مع لاعبين مع مسؤولين. وشكرا من هذا المنبر. الله.